بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى انتهى من القسم الثالث على ما قسمنا، وهو ذكر بعض الأدلة من السنة، ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى أعاد كلام الأول الذي كان في أول هذه العقيدة المباركة من مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. أراد الآن هنا في هذا القسم، وهو القسم الرابع، أن يبين مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل شتى في الأسماء والصفات وفي غيرها. بين أول ما يكون مجمل معتقد أهل السنة، هذا قد تقدم، في الأسماء والصفات غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال أن هذه الأمة هي أمة وسط بين الأمة وبين الفرق، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، لا إفراط ولا تفريط. وسطية هذه الأمة في أمور كثيرة، ذكر منها المؤلف رحمه الله تعالى أمور خمسة، وأراد هو لأن هذا الكتاب في العقيدة أن يذكر هذه الأمور الخمسة فقط، عمم أولا أن هذه الأمة وسط بين الأمم في أمور شتى، وذكر من هذه الوسطية أمور خمسة. بعض الناس هدانا الله إياه يقول لابد أن نتوسط. طيب، ما هو حد الوسطية؟ وهذا السبب قلنا من أسباب تسمية هذه العقيدة المباركة بالعقيدة الوسطية. الوسط هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. يأتي الإنسان للإمام يقول: يا أخي الله يهديك، توسط في الصلاة، تطيل، ما هذه الإطالة؟ نقول: طيب، من الذي يضبط لنا هذه الوسطية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى صلاته عليه الصلاة والسلام، بماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ننظر إلى هذا، وافق فهو على الوسطية، وإن لم يوافق فهو غير وسطية. الناس في هذا الباب طرفين وسط، إفراط وتفريط ووسط. وذكرنا لكم الوسطية في أمور شتى. مثال في القبور، قسم يمتهن القبور وقسم يغلو في القبور، وأهل السنة توسط، تسن ترتفع قدر شبر حجر أو حجرين، وسط في التعامل مع مثلا الحائط، وسط في النجاسات بين اليهود والنصارى، وسط في القصاص، وسط في أمور كثيرة جدا. المؤلف أراد أن يذكر لك وسطية أهل السنة والجماعة في أمور خمسة مهمة جدا هنا في هذا المعتقد. وكذلك ما الدليل؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي خيارا عدولا، لا إفراط ولا تفريط. فالذي يدعي الوسطية لا بد أن يأتي بدليل من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذه هي الوسطية. نعم، في أمور خمسة، لو قال لك قائل أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، صح أو خطأ؟ بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، أهل السنة والجماعة جعلنا الله إياكم منها، منها
وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، صح خطأ؟ يعني لا تعطيل ولا تمثيل، وسط. أهل التعطيل أنكروا، أهل السنة أثبتوا، أهل التعطيل أثبتوا ولكن غالوا في التثبيت حتى في الإثبات حتى مثل. فأهل السنة وسط، لا تعطيل ولا تمثيل، أثبتوا مع التنزيل. هؤلاء عطلوا وهؤلاء غلوا في الإثبات، هؤلاء غلوا في النفي وهؤلاء غلوا في الإثبات، وأهل السنة توسطوا، أثبتوا مع التنزيل، خالفوا أهل التعطيل وأهل التمثيل، صح؟ نعم، هذا اللي أقول في أول مسألة. نعم، قال وسط في باب صفات الله عز وجل، باب وسط في باب، في هذا الباب، في باب الصفات، بين أهل التعطيل الذين ردوا الصفات أو بعض، وبين أهل التمثيل الذين غلوا في الإثبات حتى جعلوا صفات الخالق الكامل كالمخلوق الناقص. نعم، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. نعم، قلنا لابد عندنا قاعدة، أو أن الإمام الشنقيطي رحمه الله ذكر ثلاث قواعد: إثبات وتنزيل والمعاني معلومة كيف يعلم عبد الله السرع عنها بدعة، وهو السميع البصير ليس كمثل شيء ولا يحيطون به علما. ثلاث آيات. نعم، في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية، أهل التعطيل الجهمية. الآن نأخذ نبذة يسيرة مختصرة عن الفرق، شيء فشيء، لكن لا تأتي وتدرس معاني الفرق قبل أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة. الجهمية، خلاصة مذهب الجهمية أنهم أصحاب الجيمات الثلاثة. لو أي واحد يسأل ما هو خلاصة مذهب الجهمية، تقول هم أصحاب الجيمات الثلاثة: جيم وجيم وجيم، مفهوم؟ جهمية في الصفات، أي أنكر كل الصفات. ومن غلاة الجهمية من ينكر حتى الأسماء. إذن الجيم الأولى أنهم أنكروا الصفات، الثاني جبرية، يقول الإنسان مجبور لا قدرة له ولا اختيار، قلنا تضرب حتى يغمى عليه، إذا أفاق تقول مجبور حتى يقتنع. ومرجئة، يقول لا يضر مع الإمام ذنب. إذن كم جيم؟ ثلاثة. قلنا لابد من الحذر، قد يأتي الإنسان ويصنع أشياء ويكون يوم من الأيام رأس الفرقة ضالة، نسأل الله السلامة عنه. كما نسبت الجهمية الجهم بن صفوان، الجهم أخذ المذهب من الجعد بن درهم، وفي الحقيقة لو تنظر في سلسلة هؤلاء تجد أن أصل هذا القول أي إنكار الصفات من اليهود. ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن كل شر في الأمة الإسلامية سببه الرافضة، تنظر أيضا سببه. طيب، الجهم وأخذها عن الجعد، هؤلاء الجهمية أصحاب الجيمات الثلاثة: إنكار الصفات، جهمية في الصفات، وجبرية ومرجعة. نعم، أهل التعطيل. نعم، من هم الجهمية؟ نعم، وأهل التمثيل المشبهة. أهل التمثيل المشبهة. نعم، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. نعم، الجبرية يقول الإنسان مجبور، والقدرية هؤلاء يقولون أن الأمر أنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، وأن العبد يخلق أفعال. مجوس هذه الأمة كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا مجوس هذه الأمة؟ هم شر من المجوس في هذا، لأن المجوس يدعوا أن للعالم خالقا، النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر. أما القدرية يقول كل إنسان هو خالق، فهم في هذا الباب شر من المجوس، هؤلاء القدرية. أهل السنة وسط، ولهذا قلنا لكم في القديم: هل الإنسان مسير أم مخير؟ أجب الآن:
تقول إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة، لأنه لم يسأل عن هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، ماذا تريد بهذا السؤال؟ تريد أن أقع إما في القول بالجمع أو القول بالقدر. والإنسان في أشياء مسيئة وفي أشياء مخيرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ليش عن هذا السؤال؟ سئل عليه الصلاة والسلام ففيما العمل؟ لأنه كل شيء مكتوب مقدر، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. يا أخي أحسن الظن في الله، تقول الله سبحانه وتعالى اختار لي أكون من أهل الجنة وأنا أسعى لها سعيا وأنا مؤمن. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا الأسباب، يضيع الله والله ما يضيع. لماذا تختار في أمور الآخرة أن تكون من أهل النار؟ الآن في أمور الدنيا، هذا الأخ عندما يتخيل هذه الزوجة يتخيل أن هذه الزوجة أجمل ما خلق الله، صحيح؟ ولو قال له عندنا لك وظيفة يتخيل أن هذه الوظيفة أحسن ما يكون، قال اختار طريق، طريق مذلل مهيئ فيه كل الخدمات، وطريق موحش فيه حفار وزلازل وبراكين وكذا، تختار أي الأول. وهديناه النجدين. لماذا تختار في أمور الآخر هذا الطريق؟ اختار طريق الخير، مفهوم؟ نعم. هذا ما يتعلق بشيء من الكلام عن القدرية. الجبرية يقول الإنسان مجبور لا قدرة له اختيار، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالمال، جنون منك أن تسعى للرزق. يقول مجنون الذي يسعى للرزق، لأن الله سبحانه وتعالى قد رزق الجنين في بطن أمه. طيب إذا لا تأكل ولا تشرب ولا تحرم، يبقى في مكان يموت ويرتاح. نعم. قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. واحد واحد. عندنا نصوص وعد بالمغفرة ونصوص وعيد أي بالعذاب، نسأل الله السلامة. الخوارج تقدم معنا سموا خوارج لأنهم خرجوا على من؟ خرجوا أول ما خرجوا على النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا بالنساء، ثم بعد هذا كان الخروج بالسيف. خوارج قلنا ليس لهم مراجع، يكفرون، يتمسكوا بأحاديث الوعيد، ويقول أن صاحب الكبيرة خالد مخلد خلود أبدي في النار، كافر كبرى، مفهوم؟ هؤلاء تمسكوا بأحاديث الوعيد، تمسكوا بأحاديث الوعيد المرجع، وقالوا لا يضر كذب، ومؤمن كامل الإيمان. صاحب الكبيرة عند الخوارج كافر كفر أكبر، وعند المرجع مؤمن كامل الإيمان. عند أهل السنة وسط، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان، مفهوم؟ نعم. في الحقيقة الخوارج أيضا وافقهم المعتزلة، لكن اختلفوا مع المعتزلة في الدنيا. الخوارج يقولوا صاحب الكبيرة كافر كفر أكبر في الدنيا، معتزلة قالوا لا، كافر قالوا لا، مؤمن قالوا لا. طيب ما هو؟ قال بين المنزلتين، خرج من ريزة أراد طرف زرع ووقف في الطريق، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك يسمي العلماء المعتزلة أصحاب المنزلة بين المنزلتين، هؤلاء المعتزلة. معتزلة أخواننا ينتسب إلى واصل بن عطاء. واصل بن عطاء ماذا صنع؟ اعتزل مجلس الحسن البصري، اعتزل مجلس الحسن البصري، رجل واحد يعتزل مجلس الحسن البصري. هل
كل من اعتزل مجالس أهل السنة والجماعة هو معتزل؟ نعم أم لا؟ يا أخوان اعتزل أهل السنة. إذا ما معنى هذا؟ فارق أهل السنة، فارق الجماعة. هل لأن هذا مجلس الحسن البصري؟ لا، لأنه اعتزل مجالس أهل السنة والجماعة. واليوم أناس يعتزلون، يعتزل مجالس أهل السنة والجماعة، لا يحضر مجالسهم ولا يقرأ لكتب أهل السنة ولا غيره. قل أنت على طريقة واصل بن عطاء، اعتزل مجالس أهل السنة ثم بدأ المذهب يزيد ويزيد حتى أصبح واصل بن عطاء نسأل الله السلامة والعافية رأس من رؤوس الفرق الضالة. نعم. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. الحرورية فرقة من فرق الخوارج، وذكرنا الخوارج. نعم. بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم. أسماء الإيمان والدين، سيأتي معنا بإذن الله تعالى أن ما يعتقد أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة، وهل هو مؤمن، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. قال: وفي أصحاب رسول الله، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم، من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على صح الأقوال. الصحابة رضوان الله عليهم، ذكرنا فيما تقدم أن الطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. وسيأتي معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة. نعم. قال: في الصحابة بين الرافضة الذين يسبون الصحابة. الرافضة سموا بهذا الاسم لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين رحمه الله عندما سألوه على وهو على منبر الكوفة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: هما وزيرا جدي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فرفضوه وتركوه، ولهذا سموا رافضة. والأولى أن نسمي هؤلاء بهذه التسمية، أي رافضة. وهم يريدوا منا أن نسميهم شيعة، أي أنصار على البيت، وكذبوا والله. نعم. لا للإسلام نصروا ولا لعدو كسروا. الرافضة على جهة. نعم. والخوارج على جهة أخرى. نعم. فصل. سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر النواصب. النواصب أرادوا أن يردوا على الرافضة. الرافضة يعظمون أهل البيت بالكذب، ولا شك في هذا. نعم. كذبوا والله في محبتهم لأهل البيت، فردوا البدعة ببدعة. ما هي؟ نصب العداء لآل البيت، وبدأ يتكلم في آل البيت، ولهذا كان أهل السنة وصل. نعم. قال: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة. نعم. كتاب ومتواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة والعقل والفطرة، أدلة خمس إجمالا على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. قلنا دائما في الغالب أنه من يؤلف في الصفات يذكر ويبدأ بصفة العلو، وهناك من أفرد هذا الصفة بمؤلف كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو. نعم. قال: من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. نعم. إثبات العلو والفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه، تنوعت أدلة القرآن والسنة المتواترة القولية والفعلية والتقريرية، وكذلك إجماع الأمة، وكذلك العقل والفطرة. نعم. وهو سبحانه معهم أينما كانوا. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لك معتقد أهل السنة والجماعة في الجمع بين العلو والمعين. ما الدليل؟ الدليل أن الله جمع، لا بد أن نجمع.
وجمع النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان نجمع، اجمعت الامه لابد ان نكون معهم على الاجماع. ثم لو كان هذا ممتنع بالنسبه للمخلوق مع المخلوق لا يمكن يكون ممتنع بالنسبه للخالق، لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وقال هذا ليس ممتنع بالنسبه للمخلوق مع المخلوق على ما سياتي من كلام المؤلف رحمه الله. نعم. وهو سبحانه معهم اينما كانوا، معهم اينما كانوا، معيه حقيقيه تليق بجلاله عظمته لا تماثل معيه المخلوقين، ولكن يصان عن الظن الكاذب، مثل ان يظن المحال في مخلوقاته او في الاماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، معيه عامه ومعيه خاصه، والخاصه اما بشخص او بوصف. نعم. يعلم ما هم عاملون، نعم، يعلم ما هم عاملون، نعم، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم. وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلط بالخلق. نعم. لماذا ينزه الله سبحانه وتعالى؟ لا بد ان ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا، وينزه ان يكون الله سبحانه وتعالى في الاماكن قذره. نعم. فإن هذا لا توجهه اللغة، لا توجبه اللغة. نعم، قلنا لك هذه النسخة فيها أشكال. نعم، لا توجبه اللغة. تقول هذا، قلنا يقول زوجتي معي، السياق يبين الكلام. نعم. بعد هذا، بل القمر آية من آيات الله وهو من أصغر مخلوقات الله، وهو موضع في السماء، وهو مع المسافر ومع غير المسافر. وعندما تقول ما زلنا نسير والقمر، هل معنى هذا انه يدك بيدي؟ لا. نعم. طيب، من اصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر اينما كان. نعم. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه. هذا الكلام من شيخ الاسلام، ذكرنا أن نثبت المعية ومقتضى المعية. بعض العلماء يقول أن مقتضى المعية علم، شيخ الإسلام وبقية العلماء يقولوا جميع معاني ربوبيته. إذا هذا يدل أن شيخ الإسلام يثبت المعية ويقول أن مقتضى المعية جميع معاني ربوبيته. قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع. نعم. عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم، جميع معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، حتى ينفي المجاز، لكن يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة. نعم. لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج لا إلى تحريف ولا إلى تعطيل ولا إلى تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد. نعم. ولكن يصان على الظنون الكاذبة. نعم. مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، كذلك العقل، يستحيل أن يكون الخالق الكامل إلا وهو سبحانه وتعالى موصوف بكل صفة كمال ومنزع عن كل صفة نقص وعيب. نعم. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم. كيف تكون السماء تظل وتقل وتحد؟ نعم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. تقدم معنا صفة القرب، وقلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى قرب حقيقي يليق بجلالة عظمته خاص بالمؤمنين. وأما القرب العام قلنا اختلفوا فيه لاختلاف في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والذي يذكر الآن هنا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القرب الخاص. نعم. ك
كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي. إذن لا منافى. لماذا؟ لأن الله قد جمع. ولو كان هناك منافاة بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا يمكن أن يكون منافاة بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. نعم. لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. نعم. وهو علي في دنوه. علي في دنوه، ولا يظن ظان أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في هذا العلو أنه يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، ولهذا قال علي في دنوه قريب في علوه. نعم. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. القرآن كلام الله به تكلم حقيقة منزل غير مخلوق. نعم. منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء، إليه يعود قبضا وإليه يعود وصفا. إليه يعود قبضا عندما نسأل الله السلام العافية في آخر الزمن عندما يترك الناس العمل بالقرآن، ووصفا لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدعا لا من قاله مبلغا مؤديا حتى يسمع كلام الله. إذا منه بدأ هو الذي ابتدأ وتكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود قبضا وإليه يعود وصفا. نعم. قال وأن الله تكلم به حقيقة. حقيقة حتى ينفي المجاز. نعم. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. نعم صح. ولا يمكن أن نقول أنه حكاية أو عبارة عن كلام الله. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف. قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف أو نظروا إليه أو حفظوه فلا يخرج عن كونه كلام الله. الصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو كلام الباري سبحانه وتعالى. هذا قول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الأصول. نعم. أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. وهو كلام الله حروفه ومعانيه. نعم. ليس لا حروف ومعاني وبصوت ومسموع، يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. نعم. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. نعم، عيانا بأبصارهم. ما يرون الشمس صحوا ليس بها سحابة. نعم. شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. وتقدم معنا أن مواضع الرؤية في موضعين، في عاصرة يوم القيامة وفي الجنة على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ذكرنا أدلة الرؤية من الكتاب والسنة، وأن الأدلة من القرآن سبع. نعم. بعد هذا كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضهم إلى بعض في الرؤية، أو أن لا يحصل لهم ضيم يعني ظلم أو نقص. نعم. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. نعم. هذا هو الموضع الأول. نعم. ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. نعم. نسأل الله من فضله. نعم. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر. الآن المؤلف رحمه الله تعالى قال في هذا الباب، ومن عادة علماء أهل السنة والجماعة رحمه الله
أنهم يطيلون في ذكر هذا الباب، ذكر ما يكون بعد الموت من الإمام اليوم الآخر ويذكر المساء. حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى أطال في هذا الباب كذلك، نعم، سار على طريقة السلف، قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر. نعم، فتنة القبر أو فتنة البرزخ. لماذا؟ لأنه قد يموت ولا يدفن، تدهس سيارة أو يحرق أو يكون في بطن حوت مثلا. فتنة القبر فتنة عظيمة، ما الدليل؟ فتنة القبر فتنة عظيمة، إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. فتنة عظيمة جدا، تسأل عن الأصول الثلاث. فإذا كنت في الدنيا تعلمت هذه الأصول وعملت ودعوت وصبرت أولا على العلم وثانيا على العمل وثالثا على الدعوة، بإذن الله تجي، إن شاء الله يثبتنا وياه. فتنة القبر فتنة حقيقية، أو نقول فتنة البرزخ، وهذا هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. وهذا في بطلان قول من يقول انتقل إلى مثوى الأخير، تباطل هذا، هذا إنكار البعث والنشور، صح؟ هذا نقول أول منزل من منازل الآخرة. هذه الفتنة هل يسلم منها أحد؟ نعم لا، من يعلم؟ نعم، لا يسلم الآخر، الجميع سيسلم. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون، لن يسأل عنهم. نعم، والشهداء كذلك، لأنه كفى ببارقة السيف فتنة، صح؟ ومن لا عقل لهم؟ المجانين والصغار والصديقين، أنهم صديقين. طيب، هذه الفتنة فتنة حقيقية، هل سيأتي معنا إن شاء الله عذاب القبر عذاب حقيقي؟ نعم، عذاب حقيقي على الروح وله علاقة بالبدن ولا شك في هذا. نعم، قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. بفتنة القبر، عذاب القبر عذاب حقيقي، ونعيم القبر نعيم حقيقي. نعم، فأما الفتنة، فأما الفتنة، ما هي الفتنة؟ نعم، فإن الناس يمتحنون في قبورهم. نعم، قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فيقال للرجل من باب التغليب والتشريف، للرجل كذلك المرأة. نعم، من ربك وما من ربك؟ يقول ربي الله. نعم، وما دينك؟ يقول دين الإسلام. ومن نبيك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن، فيقول المؤمن لأنه كان تعلم هذا في الدنيا وعمل ودعا وصبر على هذه الثلاث. نعم، فيقول ربي الله والإسلام. نعم، ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. نعم، ليست هذا معناه، ليست كلمة تقال باللسان، قد يحفظ هذا ثم نسأل الله السلامة العافية نكاية به، يريد أن يتذكر شيء ولا يتذكر.
لأن المنافق نسأل الله السلامة والعافية تعلم هذا في الدنيا لكن لم يعمل به فلا يستطيع أن يتذكر. هذا زيادة نسأل الله السلامة والعافية في العذاب والحسرة. نعم. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، يعني يحاول يتذكر شيء ولا يتذكر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نعم، يعني كان يقول بلسانه دون الاعتقاد. نعم. فيضرب بمرزبة من حديد، بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء. وهذا ذكرنا أن العذاب عذاب حقيقي. لو قال قائل لماذا لا نرى عذاب القبر، نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت عبد ليس لك إلا الرضا والتسليم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافن لو رأينا على القبر قد تخاف الأم على ابنها، وبهذا لا يدفن أحد. الثالث هذا مهم جدا، الستر على الميت، من ستر مسلم من ستر الله. تعرف بعض اليوم الناس يعني لا يستر أحد. الرابع الستر على أهل الميت. نعم، لأن لو رأينا فلان يعذب في قبره يقتل الناس ويشهد بأهله. الأمر الخامس فيه ثمرة الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب. ولو رأينا على القبر معنى هذا لم يكن هناك ثمرة من الإيمان بالغيب لولا أن تدافن. نعم اسمعها. نعم. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. إذن لا نسمع عذاب القبر. اليوم بعض الناس وموجود في المهم أقول هناك يعني سماع لعذاب القبر وتسجيل وصنعنا وصنعنا. نقول لا نسمع، نصدقكم ونكذب النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافن. يا أخي قال موجود، قلنا ما نصدق، ماذا تريد؟ صدق هؤلاء ونكذب النبي عليه الصلاة والسلام. صادق المصدوق، تصديق فيما أخبر. نعم. ثم بعد هذه الفتنة، ثم بعد هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم إما نعيم دائم صلى الله عليه وسلم أو عذاب دائم عياذا بالله، أو شيء من العذاب وشيء من النعيم. نعم. إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. إلى أن تقوم القيامة الكبرى. إذا هناك قيامة صغرى، هذا اللي يقول المؤلف. إذا قال كبرى إذا هناك صغرى. الصغرى الموت، لأن من مات فقد قامت قيامته. القيامة الكبرى لماذا سمي يوم القيامة بهذا الاسم؟ سمي والله أعلم لأمور ثلاثة: لقيام الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقيام الأشهاد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقيام العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذا قيام الناس وقيام الأشهاد وقيام الموازين سمي يوم القيامة بهذا الاسم وهو يوم عظيم. وسيأتي معنا أن أيام الإنسان والله أعلم خمسة: يوم في العدل، ويوم في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر، واليوم الآخر آخر الأيام. إما نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله خلود دائم في الجنة، أو نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة خلود دائم في النار. هذه أيام خمسة عند الإنسان. نعم. قال ثم تقوم القيامة فتعاد الأرواح إلى الأجساد. تعاد الأرواح إلى الأجساد. تعاد الأرواح إلى الأجساد
إعادة الأرواح الأجساد أسهل من ابتداء خلق الإنسان، وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلق من عدم، من باب أول أن يقدم على عادته كما كان. نعم، تعاد الأرواح للأجساد كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدنا عليك. نعم، قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليه المسلمون، فيقوم الناس من قبول الكتاب والسنة وأجمع الأمة، بل كل الشرائع على هذا، الإيمان باليوم الآخر. نعم، فيقوم الناس من قبولهم لرب العالمين. الناس من قبولهم كيف؟ حفاة غير منتعلين، عراة ليس عليهم شيء من اللباس، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيد. نعم، حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس، دنو حقيقة. نعم، ويلجمهم العرق، ويلجمهم العرق يعني يصبح كاللجام، لكن الناس الآن في موقف بحسب الأعمال في الدنيا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المرور على الصراط، عملك في الدنيا يحدد موقفك في الآخرة. سبعة يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، ما أضاف الله لنفسه، أعيان وأوصاف، من يعرف؟ يا أخوان، أخذنا فيما تقدم أن ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان المتصلة بها فهذه مخلوقة، من باب إضافة المخلوق إلى خالق، إما إضافة عامة أو إضافة تشريف، وإضافة أوصاف من باب إضافة الصفة الموصوف غير مخلوقة. سبعة يظلهم الله في ظله. يا رجل، الظل عين منفصل عن الله، وفي جهة في رواية في ظل عرش، وانتهى الأمر. نعم، إضافة أعين، انتبه معي، إضافة أعيان، لا تشك في هذا. ظل سبع يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل عرش. نعم، منهم شاب نشأ في طاعة الله، طاعة الله للعلماء والحكام والغير، ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه، لا على الغيبة ولا على النميمة ولا على كذا، وتفرقا عليه. نعم، وغيرها. قال: فتنصب الموازين، تنصب الموازين. هل هو ميزان واحد أو هي موازين؟ لأن جمع ونضع الموازين القسط، هل هو ميزان واحد أو موازين؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن صح الحديث يكون لكل أمة ميزان، وإن لم يصح فهو ميزان واحد وجمع باعتبار ما يوزن فيه، ميزان حقيقي، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أنه ليس ميزان وهو العدل. ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان وله لسان كما ورد عن بعض السلف، توزن فيه الأعمال. كيف؟ الله أعلم. آمنا وصدقنا وسلمنا، والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الأعمال جوة توزن في الميزان، توزن. الأصل عندنا قلنا توزن الأعمال،
وقد يوزن العامل كما في ابن مسعود رضي الله عنه، وقد توزن الصحف. نعم، لكن هذا الميزان عندما تأتي البطاقة وتطيش الصحف، إذن لأنه ما يمكن أن يأتي اسم الله سبحانه وتعالى يثقل شيء، وهذا فيه ثمرة دراسة التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم، إذن ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال، وقد يوزن العام، وقد توزن الصحف، فمن ثقلت موازين صلى الله من فضل. نعم، قال فتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. أعمال العباد، والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعلها جور، وقد توزن الصحف، وقد يوزن العام، والكافر صلى الله عليه وسلم العام لا يزن شيء. نعم، قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، نسأل الله من فضله. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، تنشر الدواوين، قال وهي صحائف الأعمال، نشر الدواوين وأخذ الدواوين، الدواوين صحائف الأعمال، كل شيء يكتب، أخذ الكتب فآخذ كتابه بيمين السلام من فضل، أخذ الكتب إما على قسمين أو على ثلاثة أقسام، أخذ باليمين وأخذ بالشمال وأخذ من وراء الظهر، ثلاثة أقسام. ولو قلنا أنها على قسمين، باليمين نسأل الله السلام العافية خذ الكتاب بشماله ثم تنزع وتكسر وتجعل من وراء الظهر. نعم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. إذن على هذا يكون التقسيم على ثلاثة أقسام أو على قسمين كما وضحنا. نعم، كما قال عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول بعض السلف قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، أنت الذي تحكم على نفسك، تأخذ الكتب وتحكم على نفسك. نعم، فتحكم في هذا النفس في هذه الدنيا. نعم، قال ويحاسب الله الخلائق، يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلائق، أناس لا يحاسب، ومر معنا في حديث 70,000 أنهم يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب، نسأل الله من فضله. هؤلاء لا يحاسب، من حوسب الحساب قحل وعذاب، وهؤلاء لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه ثمرة التوحيد كذلك. نعم، قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، يخلو بعبده المؤمن، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى ستر عليه في الدنيا ويغفرها له في الآخرة، صلى الله يغفر لنا ولكم، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم، من أعجب القصص تزوج رجل امرأة وعندما دخل عليها في ليلة العرس وجدها تبكي، فقال ماذا بك؟ فقالت أستر علي ستر الله عليك. قال ماذا حدث؟ هي والعياذ بالله زنت وهي حامل من الزنا. نظر الرجل في أمره ماذا يصنع؟ يخرج بها، يتكلم كذا، وظهر على هذه المرأة يعني الندم والتوبة، أخذ هذه المرأة سافر إلى بلاد بعيدة لا يدري عنه أحد،
وأجلس هذه المرأة في بيت ولا قومها طبعا إلى أن وضعتها. عندما وضعت الحمل أذن لصلاة الفجر، أخذ هذا الولد ووضعه في لفافة من قماش وخرج إلى الصلاة متأخر، كان الناس قد دخلوا في الصلاة. عندما جاء إلى باب المسجد وضع الولد عند المسجد ودخل يصلي مع الناس. خرج الناس بعد الصلاة وجدوا هذا الولد، لقيت وأخذ يتكلم، فقال: يا جماعة أشهدكم أن هذا الولد في رعايته. أرجع إلى أمه، ستر عليها، تبرأ من الولد ولم يفضح. يقول هذا، يقول: والله رأيت كل الخير في ستري على هذه المرأة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. تتعرف أن بعض الناس اليوم ما يصدق أنه يجد عليك غلطة واحدة. وهناك فرق بين ما يذكر العلماء من يعني الأمور التي يمكن أن يكون فيها الستر وأمور لا يمكن. وذكرنا لكم من قليل العفو اشترط فيه أن يراد به الإصلاح وأن يكون عن قدرة. نعم، قال: فيقرره بذنوبه كما يقرره بذنوبه. نعم، كما يعني ذكر ذلك ووصف ذلك في الكتاب والسنة. نعم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم نسأل الله السلامة والعافية لا حسنات لهم، وإنما يوقفون على أعمالهم. إن كان المؤمن يحاسب فالكافر من باب أولى، وكما أن الجنة درجات فالنار نسأل الله السلامة والعافية دركات. هذا فيه الرد على من يقول ليس بعد الكفر ذنب أو إثم. هذا الكلام لا يصح. الآن لو جاءنا كافر وقال أريد أصنع وأصنع 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 وأصنع، نقول اصنع ما شئت؟ لا، نقول له كل ما تزداد في الكفر كل ما يزداد عليك العذاب. هل عذاب أبو طالب مثل عذاب أبو جهل؟ لا. هل عذاب الكافر مثل عذاب المنافق؟ لا. قالوا: ما الدليل؟ قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. عوقبوا على كل شيء. نعم، قال: فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. نعم. وفي عرصات القيامة، عرصات يعني مواضع القيامة. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض ذكرنا لكم أن العمل في الدنيا يكون جزاؤه هنا، فالذي يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا تعلم ويعمل ويدعو ويصبر، كان الجزاء من جنس العمل. يشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام شربة لا يظمع بعدها أبدا، سلام من فضله. ثمرة الشرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن تشرب من يديه يوم القيامة، جزاء من جنس العمل. هذا الحوض لكل نبي حوض، إن صح الحديث يكون لكل نبي حوض، لكن من أنبياء الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر الأحوار وأعظم الأحوار حوض النبي عليه الصلاة والسلام. طوله شهر وعرضه شهر، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: أي أن الحوض دائم. أنت لست بعالم، خذ بقول العالم الآن ثم بعد هذا ابحث. طوله شهر وعرضه شهر، يقول دائر الشيخ بن عثيمين رحمه الله: آنية عدد نجوم السماء لونه أشد بياض من اللبن، ريحه أطيب من ريح المسك، يعني من أي رائحة.
طعمه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا بعدها أبدا. لماذا؟ ما هو سبب وجود الحوض؟ لأن الناس لحقهم العطش من الشمس، من دنو الشمس منهم، يريد الشرب. يبعد عن هذا الحوض أقوام ويذادون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فقال لهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا فيه وعيد شديد للإحداث في الدين. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا. نعم، قال ماءه أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، والصراط منصوب على وجه جهنم. انتقل المؤلف إلى الصراط. هذا الصراط نسأل الله السلام العافية منصوب على متن جهنم، أرض المحشر، ثم صراط، وأسفل من الصراط نسأل الله السلام العافية النار، ثم بعد الصراط قنطرة، جسر صغير، ثم بعد الجسر نسأل الله من فضل الجنة، أرض المحشر، صراط، وأسفل من الصراط نسأل الله السلام العافية النار، بعد الصراط قنطرة. سوف يأتي معنا سبب وجود هذه القنطرة، جسر صغير، ثم الجنة. الآن هذا الصراط له أوصاف على ما سيذكر المؤلف رحمه الله. السير في الدنيا يحدد السير على الصراط، هذا ليس بيدك. يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الذي يسعى بين الصفا والمروة عندما يأتي بين العلمين يشتد ويسرع، وتذكر بهذا السعي إلى الله. فإذا كنت في الدنيا تسعى إلى الله في أشد ما يكون، سيكون هذا هو سيرك على الصراط. قيل لبعض السلف رؤية المنام، وقيل له ماذا صنع بك الله؟ قال وضعت الأولى على الصراط والثانية في الجنة. يمر الناس على قدر أعمالهم، إذن لا علاقة بالقوة هنا، بقوة الجسد أو الفجري أو كذا. نعم، يمر الناس على هذا الصراط، صراط عليه كلاليب تخطف الناس. هناك أناس نسأل الله السلامة العافية لا يمرون على الصراط، حتى إذا جاءوها، قال في أصحاب النار نسأل الله السلامة العافية، حتى إذا جاءوها فتحت بغتة وألقوا فيها القاع. أما في أصحاب الجنة نسأل الله من فضله، قال حتى إذا جاءوها وفتحت. ماذا حدث؟ حدث أمر وهو القنطرة، سيأتي معنا بإذن الله تعالى. قال والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، بين أرض المحشر والقنطرة، على ما سيأتي وبعد هذا الجنة. نعم، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، كلمح البصر، نعم، ومنهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، نعم، ومنهم من يمر كركاب الإبل، نعم، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. كل من يمر من على الصراط يدخل الجنة، لكن أبواب الجنة مغلقة، تحتاج إلى شفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات ثلاثة خاصة به. شفاعة عظمى في أهل الموقف، أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق،
والشفع في عمي بطالب خف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة. أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة. يقف الناس في القنطرة. إذا سبب وجود القنطرة الله أعلم لسببين. السبب الأول أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة، وهذا في منقبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن الجنة لا غل لا حسد لا بغضاء، فعندما يمر من على الصراط احتاج إلى تهيئة لدخول الجنة. فلا بد أن نتخلق بأخلاق الجنة أي في الدنيا. فإذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيذكر. نعم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. نعم، هذه القنطرة يعني جسر صغير. نعم، الله أعلم. نعم. فيقتص لبعضهم من بعض. يقتص لبعضهم من بعض حتى لا يبقى في القلوب شيء. نعم. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الخازن من؟ يقول محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. وأول من يدخل النبي عليه الصلاة والسلام من أنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام. وأول من يدخل من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله من فضله. نعم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الله أعلم. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.